احنا بنسعى لشغلتين في واحة الفرسان مهمين جدا ومصرين بإذن الله نصلهم ونثبت عليهم. الأولى جودة العمل، الثانية الوقت، انه نحن بناخذ العمل من خلال وقت معين، انه نلتزم نسلم الأعمال قبل الوقت المحدد. الثانية جودة العمل الكواليتي، بنصل لأعلى كواليتي موجود في السوق. الغير الكواليتي مش بس مواصفة ماشيين عليها، في أبديت، في تحديث للمواصفات اللي موجودة. إحنا علينا دائما نتأكد ونعرف المواصفات اللي موجودة في السوق ونضل نواكب المواصفات هذه وتحديث. العزم بدو وحضر كانوا على غصن وسن، ناس يشدبها الظهر والطيب يكسون الطيب. أهل العزم بدو وحضر كانوا على غصن وسن، ناس يشدبها الظهر. أوجه لهم رسالة في الصبر والالتزام والدوام ومواجهة الصعوبات، ولا تضعف وما تنتظر الوظيفة اللي انت منتظرها ومخيلها ماخدها في مخيلتك. انت عندك سلم وظيفي، ابدأ من الصفر ولا تيأس، وفرصتك حتاخدها على هوا على اساس جهدك. قد ما بتعطي قد ما حتاخد. اصبح له مقر ويضخ من حاب جانبي. تقدح ظفر مهابة اليوم المهيب، تقدم على الموت الحمر. مهندس رمزي بكل فخر بالإدارة بشيوخنا والإدارة الرشيدة لحكام الإمارات، بكل فخر للمصداقية والأمانة القائمة على إدارة البلد. وأهل الهمم فخر العصر ما حالهم حال عطيب، وأهدافنا فوق القمر بالعلم والرأي الصويب. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لآلئ الاتحاد، وكما عودناكم دائما باستضافة شخصيات استطاعت النجاح في قطاع عملها، رحبوا معي اليوم من داخل مدينة العين برجل الأعمال المهندس رمزي مهنا صاحب واحة الفرسان للمقاولات العامة. أهلا وسهلا بك. أهلا بكم، شرفتم. في البداية دعنا نعرف سادة المشاهدين بمن هو المهندس رمزي مهنا. المهندس رمزي مهنا مهندس حاصل على درجة الماجستير في الهندسة المدنية من جامعة الكيسي من أوكرانيا، وعمل في بعد تخرجه باشر فقط في مجال عمله الهندسي، وركز على مجال عمله. بدأ في أعماله الاستشارات الهندسية من خلال إقامته في فلسطين، ومن ثم اجى على الامارات وعمل في مجال المقاولات حتى الان. جميل. اذا مهندس رمزي، من اين اتت بدايه فكره مشروعك الخاص؟ اتت فكره مشروعي الخاص لاني لم ارى نفسي موظفا. طموحي دائما بان اعمل شركه واداره ناجحه في مجال تخصصي وعملي فقط. لا أطمح لأي عمل آخر، بل أطمح بأن أتطور في مجال تخصصي. جميل. مهندس رمزي، حدثنا عن الصعوبات والتحديات التي واجهتك عند دخولك دولة الإمارات العربية. الصعوبات كثيرة باختلاف الحياة اللي كنت عايشها خارج الإمارات. أنا كنت عايش في فلسطين، قررت أجي على أطلع من خارج فلسطين، فضلت ان اكون بس في الامارات.
اختلاف الأمور الفنية، اختلاف الأمور الإدارية، اختلاف الخبرة الهندسية، اختلاف التربة والمناخ، كل هذه صعوبات قعدت أركز فيها، كنت بركز في الحاجات هذه علشان أقدر أكون أوجد طريق للاستمرار في الإمارات من خلال فهمي لحياة الإمارات وخبرة الإمارات الفنية والإدارية وقوانين البلدية. غير هيك في حاجة مهمة جدا، الإمارات متطورة، متطورة بوقت قياسي غريب. الإمارات توجد برامج وبتوجد تطور دائما للحياة العملية، فعلينا دائما نعرف الحاجات هذه ونواكبها، وإلا حنتأخر ومش حنقدر نستمر. جميل. إذا ما هي الصعوبات التي واجهت المهندس رمزي مهنا داخل دولة الإمارات العربية المتحدة في بداية إنشاء مشروعه الخاص؟ الصعوبات أولاً جلب العمالة. جلب العمالة بعتقد إنها مشكلة أولى، بأن تجلب عمالة من خارج دولة الإمارات وأنت لا تعلم هذه العمالة هل ذات خبرة أم لا، فأنت محتاج كمدير بأن تصنع فريقا ذات خبرة ليسير على مجال تصنيفك لمجال عملك. ففي البداية أنا تعبت لتعليم تيم وإستاف يستطيع أن يعمل على مستوى أنا أريد أوصله للزبائن، للسوق، للإدارات، لألبي متطلبات دولة الإمارات من ناحية قوانين، من ناحية بلديات، أن ننجز العمل الإداري أو الفني أو إنجاز المشروع قبل الوقت المحدد، نكون جاهزين على الفور بالمتطلبات المطلوبة منا. جميل. إذا المهندس رمزي، إحدى الصعوبات التي واجهتها في العمالة، في جذب العمالة. تمام. إذا ما هي الأسس والقواعد التي يتم على أساسها اختيار موظفين شركة واحد الفرسان للمقاولات؟ نحن نستند على السيرة الذاتية المرسلة لنا وترسل إلى الجهة الفنية في واحد الفرسان. الجهة الفنية ترد للإدارة، نحن نريد الشخص هذا من خلال السيرة الذاتية 1 2 3، فنستدعيه من خلال تأشيرة زيارة إلى الدولة، ونعمل معه المقابلة الإدارية من خلال المكتب والمقابلة الفنية من خلال الموقع والحياة العملية في الموقع. إذا أتم الشروط الموجودة من خلال المعدة من خلال الإدارة لواحة الفرسان، يتم عمل تأشيرة عمل وإجراءات الإدارية من خلال إدارة العمل وعمال وانتسابه إلى الشركة من خلال راتب معين ووظيفة ووضع معين وجميع الاحتياجات، لأنه من خلال العمل في دولة الإمارات يجب توفير الجو الملائم للعامل لكي تستطيع أن تأخذ من العامل ما تريد. جميل. إذا مهندس رمزي، ما هي الخطط المستقبلية التي تضعها لتطوير شركة واحد الفرسان للمقاولات لها؟ نحن سعينا سابقا بأن نأخذ العمل بدون بأن نسعى إلى العمل، ونحن الآن الحمد لله بفضل الله من خلال سنتان أو أكثر نستقبل العمل تكليف من الملاك أو الاستشارية أو الجهات الرسمية في الدولة مثل براري أو غيره أو غيره. فخطتنا في العمل بأن نشتغل حسب مواصفات واحة الفرسان. إذا كان هناك ضعف مواصفات موجودة في المناقصة أو الأعمال التي يجب أن نقوم بتنفيذها، فنحن نستند إلى مواصفات واحة الفرسان دون زيادة السعر أو زيادة أو مطالبة في فرق أسعار، وهذا يعود علينا بأعمال الصيانة. نحن الآن نسلم الأعمال ولا نستقبل تلفون واحد لأعمال الصيانة، الحمد لله. الحمد لله. جميل. كلام جميل. إذن من هم الأشخاص الذين وقفوا إلى جانب المهندس رمزي في بداية مشواره وساندوه؟ أولا المؤسسات الإدارية،
المؤسسات الإدارية كانوا عونا لكل موظف، لكل صاحب عمل حابب أنه يتطور. دائما المؤسسات الإدارية في مؤسسة الإمارات والبرامج التوعوية دائما سند رقم واحد لكل إنسان حابب يطور حاله في الإمارات. جميل. إذا مهندس رمزي مهنا، ما هي أهم المشاريع التي تفتخرون بها داخل واحة الفرسان للمقاولات العامة في إنشائها وتنفيذها؟ أنا بحب المشاريع الغير عادية، يعني الفلل أي حدا بيشتغلها. أنا اشتغلت مع براري لإدارة الغابات مشاريع ساعة 2 مليون جالون تحت الأرض وفوق الأرض، واشتغلت مع مكتب الشيخ سلطان بن زايد برضو مشاريع خزانات مياه، اشتغلت في مسلخ غزلان في صير بنياس، واشتغلت في غياسي مطبخ كبير للعمال، كان مشروع كمان كتير كويس. اشتغلت مع الـ ADCB بنك أبوظبي التجاري بنيات استثمارية، اشتغلت مع بنك أبوظبي الأول المشاريع قروض الإسكان للمواطنين، اشتغلت مشاريع خاصة للمواطنين تمويل خاص، اشتغلت مع مجموعة بن حم الشيخ مسلم بن حم مشاريع عديدة. جميل، كلام جميل. إذا ما هي الرسالة التي يوجهها المهندس رمزي مهنا إلى الشباب المقبلين على العمل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة؟ الشباب المقبلين على العمل بعد التخرج أنا بوجه لهم رسالة في الصبر والالتزام والدوام ومواجهة الصعوبات، ولا تضعف وما تنتظر الوظيفة اللي أنت منتظرها ومخيلها ماخدها في مخيلتك. أنت عندك سلم وظيفي، ابدأ من الصفر ولا تيأس، وفرصتك حتاخدها على هوا على أساس جهدك. قد ما بتعطي قد ما حتاخد، ولو واجهت صعوبات اصبر وتحمل، وإن شاء الله راح تكون في المركز اللي أنت بتريده واللي أنت شايفه، ولكن محتاج أنك تصبر ومحتاج أنك تعطي. عقد ما تعطي عقد ما حتاخد. مهندس رمزي، حدثنا قليلا، ما الذي يميز شركة واحة الفرسان للمقاولات عن باقي الشركات؟ إحنا بنسعى لشغلتين في واحة الفرسان مهمين جدا ومصرين بإذن الله نصلهم ونثبت عليهم. الأولى جودة العمل، الثانية الوقت، انه نحن بناخذ العمل من خلال وقت معين، انه نلتزم نسلم الاعمال قبل الوقت المحدد. الثانيه جوده العمل، الكواليتي، بنصل لاعلى كواليتي موجود في السوق. الغير الكواليتي مش بس مواصفه ماشيين عليها، في ابديت، في تحديث للمواصفات اللي موجوده. احنا علينا دائما نتاكد ونعرف المواصفات اللي موجوده في السوق ونضل نواكب المواصفات هذه وتحديثها. كلام رائع، نتمنى لكم دائما دوام التوفيق والاستمرار. إذا ما هي الرسالة التي تخرج من القلب فتصل إلى القلب مباشرة إلى شيوخ وحكام دولة الإمارات العربية؟ أنا مهندس رمزي بكل فخر بالإدارة بشيوخنا والإدارة الرشيدة لحكام الإمارات، بكل فخر للمصداقية والأمانة القائمة على إدارة البلد. أنا موجود في الإمارات 13 سنة، عندي انتماء عالي للإمارات ومستعد أفدي الإمارات بدمي، وهذا مش كلام، هذا انتماء عالي من خلال كل إشي شفته في الإمارات إلي ولولادي ومستقبل الأجيال اللي جاية. أنا مستعد أضحي بأي إشي بس أدافع عن الإمارات، لأن هي مستقبلنا وهي مستقبل كل مسلم عربي شريف. أشكرك على هذا الكلام الطيب. إذا لو أردنا أن نتحدث عن النجاح، كما نعلم أن النجاح مش شيء سهل، ولكن الاستمرارية فيه هنا الصعوبة. استمرارية النجاح يجب الالتزام والمضي قدما بأسس وإدارة الشركة، يجب التزام بالحقوق وعدم الظلم لأي من سواء أفراد الشركة أو خارج الشركة. استمرارية النجاح بالالتزام بمعايير الاتفاق وتنفيذها، استمرارية النجاح بالمصداقية دائما. وإحنا إن شاء الله في واحة الفرسان هدفنا دائما نحافظ على استمرارية النجاح، هدفنا نحافظ على اسم واحة الفرسان يكون دائما إن شاء الله في المراتب الأولى. وأنا أيضا بدوري أشكرك على هذا الكلام الطيب، وأشكرك لاستقبالك لي ولكادر العمل، وأرجو أن تسمح لكادر العمل أخذ جولة تصويرية داخل واحة الفرسان للمقاولات
وتصوير أبرز المشاريع التي قمتم بها. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. أعزائي المشاهدين، لقد كانت هذه نهاية حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لكم.